سيب لك انت المهمه دي بقى اتفضل يا بحشيش. الديفنس بتاعنا يعمل بص انا يعني انا ليا راي في الموضوع ده. انا شايف انا عارف انت عايز تتكلم بس معايا واحد مهم قوي من تونس. طيب. معانا نجم الاهلي السابق طبعا ونجم تونس بالتاكيد انيس بوجلبان. تحياتي ليك وتحيات كابتن ابراهيم وكابتن حشيش وكابتن شريف عبد المنعم. انيس ازيك يا حبيبي؟ وحشني يا كابتن سيد. تحياتي ليك ولا انت وانت كمان والله اللي معاك ده لعيب محترم. اه طبعا وحشنا يا كابتن والله. والله وحشني جدا يا كابتن والتابعين كلها وحبايبي في مصر. وانت كمان من الناس اللي حبايبنا جدا في تونس يعني. صاحب ذكرى صفاقسي ماتش صفاقسي. اه طبعا صاحب خليه بقى في الحاجات اللي هو كان معانا بقى فيها بقى. ده انيس شايف اللقاء ازاي؟ وانا متاكد من الشعب التونسي والاجواء التونسيه والمسانده لفرقه الترجي وضع طبيعي ما فيش مشكله، لكن في النهايه يبقى الاهلي والترجي تحديدا يعني علاقه ممتده جدا، ويبقى الشعب المصري والشعب التونسي طبعا اخوه واشقاء يا انيس. بالضبط هو هذا هو الملخص كابتن سيد. تعرف انه اكيد انه في عصبيه وانه كل فريق يحب ينتصر وكل جمهور يحب يشوف فريقه متوج بلقب، خاصه انه الترجي الموسم هذا بالمئويه بتاعه النادي الاهلي طبعا تعود على اللقب هذا، لكن في الاخير ما هي الا مباراه كره القدم. فهي انه في نوع من الضغط، تعرف كابتن الضغط تسلط مشكله على يعني حتى علي انا شخصيا تعرف كابتن حسن زيد الموقف، لكن الحمد لله يعني كله مش بيعدي طيبه فنيا، وان شاء الله يعني الفائز يشرفنا احسن تشريف في بطوله العالم للانديه، لانه الترجي متعود على اللقب، الاهلي متعود على اللقب مش على مباراه كره قدم يعني تصير حاجات خارج عن نطاق الرياضه. كل فريق من حقه يدافع على يعني على نفسه في الملعب، لكن خارج الملعب متصور ان العلاقه مش تقليديه كبيره ودائما كبيره بين الشعب التونسي والشعب المصري وبين الترجي والاهلي، لانه مش اول مره ولا اخر مره مش يتقابلوا مع بعض. دي حقيقه طبعا، وهتبقى يعني في الاول والاخر توفيق المولى عز وجل للفرقه اللي ربنا يوفقها داخل الملعب وال90 دقيقه. الف الف مبروك. طب نقلب الموضوع فني شويه يا انيس، يعني احنا عندنا دلوقتي سعد بكير، هل ممكن يكون له دور في من البدايه، ولا يبدا بهيثم الجويني مع انيس البدري ومع كمان يوسف البليلي وطه ياسين الخنيسي، ولا بلال المجري اللي هو الراجل اللي نزل في الدقيقه 79 مكان طه ياسين الخنيسي؟ انت من وجهه نظرك او متابعتك يميل معين الشعباني لمين؟ لسعد بكير في البدايه ولا هيثم الجويني ولا بلال المجري؟ لا المجري صعب يعني، المجري البدايه صعب جدا كابتن سيد، اعتقد انه الاقرب انه يكون سعد الدين يعني مثلث وسط الميدان يكون متكون من بوسيني كوليبالي اللي مش يكون عنده نفس ادوار فرانكوم اللي كان يكون بها في مباراه الذهاب، يعني يكون هو لاعب وسط الميدان محوري يلعب قدام اثنين المحاور، اكثر حريه لغيلان الشعلاني في وسط الميدان وثالث اللاعبين وسط، خاصه في بدايه المباراه صعب انه مهند شعبان يلعب اثنين مهاجمين، ممكن بعد بالوقت ولا على حسب السيناريو ولا حسب المباراه يولي موجود هيثم الجويني وياسين الخنيسي، لكن منذ البدايه اعتقد انه مهند شعبان مش يحافظ على نفس التكتيك يعني 4-3-3 تغيير ميدان لعب اكثر هجومي هو سعد بكير من فرانس كوم، في المقابل يعني البدري والبلاير الاثنين في اماكنهم، وطه ياسين الخنيسي كيف اكيد انه مش يكون هو مهاجم، ولو انه في امكانيه انه اذا كان الجويني يكون جاهز. تعرف كابتن سيد انه هيثم الجويني في الفتره الاخيره ولا في السيمي فاينل كان تالق حتى في الدوري التونسي في اخر مباراه تالق، صحيح كان ما جاش الاصابه موجوده، ممكن كان هو يبدا في مباراه القاهره. اذا هيثم الجويني في كامل يعني استرجع كل امكانياته وممكن يبدا به، ولو انه الاقرب خنيسي وتحته عبد الدين. اوكي، وفي نص الملعب هيلعب شعلالي وكلوباري متهيألي. هذا ما فيش يعني شعلالي وكلوباري، اتصور انه الاثنين اقرب، لانه يعني ترجي فريق معروف كما نادي الاهلي يعني موجود في رقم مكشوفه على بعضهم، ما اتصورش انه اي مدير فني نهائي مش يغير لاعبين، ممكن يغير التوظيف، ممكن يغير وقت اوكي في وسط الميدان على حسب كما طيب كما نقول على حسب السيناريو. اوكي، وعلي اليعقوبي مكان شمس الدين الزوادي ما فيهاش فصال. طيب خليني اقول لك يعني اديني مبرر كده، يمكن احنا هنا احترنا حتى في ملعب الاهلي احترنا،
معين الشعباني وردود افعاله طبعا وانفعالاته وعصبيته، ويبدو ان هو عصبي بشكل مفرط جدا، لكن يغير تغييره واحده في مباراه هو متاخر فيها بفرق هدفين علامه استفهام. هل هي عدم ثقه في اللعيبه اللي على الدكه ولا قله خبره منه؟ انت تفسرها ازاي يا انيس؟ لا هو تغيير، عمل تغيير فقط لانه يعني الاوراق الهجوميه كانت منعدمه، يعني كان معاه سعد بكير على الدكه. لكن سعد بكير في الدفاع واحد يعني فكر وفكر مكانه يعني طبعا. مش عايز يزود الفارق تقصد يعني، مش عايز يزود الفارق. انه صعب جدا كابتن انه يدخل سعد بكير لانه وقتها خاف من هدف الرابع يعني. قلت لك انه اوكي لو نطلع ديبالي ولا كوم ممكن الاهلي يوصل اكثر، فانه يستحفظ على المباراه، يستحفظ 3-1 احسن من 4-1، لكن ما عندوش حلول هجوميه مع ديال زين، لانه هيثم الجويني وقت اللي كان حتى على الدكه لكن ما كانش في احسن حالته. هذا هو تفسيري الوحيد. عصبي جدا طبعا كابتن عادل شامبيونز ليج ومعين اول يعني نهائي هو وطبعا يعني يشوف انها فرصه لي، فممكن علاش العصبيه. ولو انه يعني لاعب دولي معين شعباني لاعب الترجي صحيح، يعني واحد من ابناء الترجي ويعني وعنده المستقبل كمدير فني طبعا. طيب مع الاجواء اللي احنا عايشينها، شايف ان اخطر اوقات اللقاء النص ساعه الاولى، النص ساعه الاخيره، النص الوسط، من وجهه نظرك بمتابعتك وخبراتك في التعامل مع الترجي على ارض رادس؟ لا هو كابتن سيد يعني كانت ترجع حفل الترجي الاخيره فضل يعني ترجي ب 60,000 و50,000 في رادس يعني والجماهير يعني يثبت قوته من جماهيره للامانه. اليوم تعرفنا انه الترجي يعني كاف وفقت على 60,000 والسلطات الامنيه في تونس وفقوا على 60,000، يعني اصعب فترات المباراه هي الربع ساعه الاولى. الربع ساعه الاولى لانه جماهير الترجي اللاعب رقم واحد هي اللي تعطي اكثر دفعه للاعبين، حتى في الاوقات صعيبه موجوده مع الفريق يعني بيحاسبوا الفريق الا بعد نهايه المباراه، ممكن هذاك معناه عامل اساسي بالنسبه للترجي. ممكن حاجه برك كابتن سيد، الهدوء مطلوب يعني لذوي الفرق للترجي او الاهلي الترجي، لانه كما قلت لك يعني الناس كلها متحمسه، ممكن حتى الحماس المفرط غير مطلوب في المواعيد الكبيره وفي النهائيات. الهدوء مطلوب جدا، وهنا عمل كبير على مستوى الاجهزه والمعنوي للمدرب طبعا. اوكي انيس بوجلبان، اشهد لك ان احنا كل ما بنروح تونس يعني بتقابلنا احسن استقبال، وكانك يعني مش كانك انت واحد فعلا بالتاكيد من يعني اخواتنا وحبايبنا واصحابنا كمان. انيس بوجلبان لاعب نادي الاهلي ولاعب الصفاقس التونسي ولاعب الكثير من الانديه الافريقيه او الانديه التونسيه ولاعب منتخب تونس، شكرا جزيلا ليك، كنت منورنا على شاشه قناه الاهلي وملعب الاهلي. اتفضل كابتن حشيش.